الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على النبي الأعظم محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه وعلى صحبه وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد من مجزر البساتين بالقاهرة اليوم الثلاثاء 29/9/2020 تم تحميل 29 طن إلى المحافظات الآتية الشرقية 4 طن الإسماعيلية 4 طن دمياط 3 طن بورسعيد 2 طن أسيوط 4 طن سوهاج 4 طن قنا 4 طن الأقصر 4 طن وذلك لتوصيلها إلى مديريات الأوقاف بهذه المحافظات وذلك لتسليمها إلى السيد وكيل وزارة بكل محافظة وذلك لتوسيعها على الأسر الأولى بالرعاية حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها من كل مسوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.